العزيمة نشارك في التنافس ولا نرضى الهزيمة. والله شعور حلو ومخيف. عبد الله السفلي من ناحية التنقل بين النغمات، الألوان اللي يتقنها في جميع الأداءات جربناها في البرنامج وتفوق بشكل كاسح جدا. بصراحة تجربة جميلة، لكن مش اللي واو يعني. فاروق طاقة كبيرة وخبرة طويلة في السماع وعنده محصول فني كبير وراقي جدا. الميزة اللي أنا طالع فيها إنه ما حأدي إنه كأني متسابق، حأدي الشيء اللي أنا حأكون مرتاح له قبل أكون أنا يكون قائدي مرتاح له. الحمد لله إني وصلت هالمرحلة، يعني يعتبر إنجاز، ممكن أعطي نفسي دافع أقول كنت كويس. يعني إذا كان هيثم يعني توعد بعبد الله السفلي، أنا أقول له فاروق يعني محضر شيء بإذن الله إنه يبهر اللجنة ويبهر الجمهور ويبهرنا نحن أيضا، وأتوقع تفوق على نفسه اليوم بإذن الله. جهاد أتوقع أنه مجهز للمفاجأة، يعجبني الجو هذا أنا لأني ممكن متعود على المفاجآت، لكن راح يعرف مين هيثم الحاني بعدين. منافس ما شاء الله تبارك الله جدا 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 قوي، يعني مخيف من ناحية إنه هل يا ترى هل أنا حافوز وحقق أو إني حاجيب الجائزة. في أرض الواقع أو ميدان التحدي عبد الله السفلي قوي. عبد الله السفلي اليوم مقدم لون أول مرة يقدمه في البرنامج، شوفوا اليوم إيش راح يسوي على المسرح. أتوقع إنه يتفوق على عبد الله السفلي في موضوع تشبع النغم، وهذا شيء واضح عند الجمهور. وإذا فزت في مسابقة هذه يكون أول فوز لي بإذن الله، توفيق يجي. فرصة فريق همة أنا أشوف أنها ضعيفة، لا يغتروا إذا كانوا فازوا بحار بارد. اليوم ما في لعب، ما في مزح، اليوم إن شاء الله الفوز لنا، وبإذن الله يعني بإذن الله نرجع والجائزة معنا.